إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا لباس التقوى خير لباس. نشهد أن لا إله إلا هو ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونشهد أن عيسى عبد لله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم. نشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الموت حق وأن القيامة حق وأن الوقوف غدا بين يدي الحق حق. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه، فإنها وصية رب العالمين للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اللهم اجعلنا من المتقين. معاشر المسلمين، معاشر الصائمين، من أعظم ما يكون فيه القول كلام الله جل في علاه القرآن الكريم. أمرنا الله تعالى أن نأخذ بحظ وافر، بل نأخذ القرآن كله. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أسعد من في الأرض هم أهل القرآن، أسعد من في الدنيا هم أهل القرآن. أمرنا الله تعالى: يا مسلمون أن نقرأ القرآن، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ما شكى محمد أمرا إلى ربه كما شكى أن القرآن قد يتخذ مهجورا. ولهذا يا مسلمون، هجران القرآن عظيم عند الله، فأمرنا الله تعالى أن نأخذ القرآن. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون آيات الله ويتدارسونها فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. اليوم يشتكي كثير من الخلق والناس المرض والتعب والسقم والحزن. لماذا؟ للبعد عن القرآن الكريم. ولهذا الله تعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال السيد قطب عليه رحمة الله، قال: ضنكا حتى ضنكا ضنك نطقها. كلمة ضنك حتى ضنك في نطقها، تتعب حتى لما تنطقها، ما بالك لمن يبتعد عن القرآن. يا مسلمون، شهر القرآن هو شهر رمضان، أنزل الله تعالى القرآن فيه. إذا رأيت مسلما يقرأ القرآن، اعلم أنه من الصائمين، من المصلين، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لهذا يا مسلمون، إذا أردت أن تبحث عن السعادة والاطمئنان والرقي، فعليك بكتاب الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسمع كل يوم في الصحف والإعلام عن فلان انتحر، الغني والملياردير والفلان الفلاني انتحر. ما نقص عليه؟ ما الذي نقص عليه ليذبح نفسه؟ نقص عليه غذاء الروح. كل يوم عند المغرب نغذي أجسادنا، نغذي أبداننا، فأين غذاء الروح؟ غذاء الروح يا مسلمون في القرآن الكريم، أن نأخذ بكتاب الله تبارك وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إذن هذا القرآن نأخذ به. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا ينبغي للعبد أن يسأل نفسه عن حبه لله، فالكل زاعم، ولكن ينبغي أن يسأل نفسه عن حبه للقرآن. تريد أن تعرف مقامك مع الله؟ تريد أن تعرف أين هي علاقتك مع الله؟ هي في انفصام أم في اتصال؟ قال: اسأل نفسك عن القرآن.
متى آخر مرة قرأت القرآن؟ متى آخر مرة جعلت القرآن بين جوانحك؟ قال: ولكن ينبغي للعبد أن يسأل نفسه عن حبه للقرآن، فإن أحببت القرآن فأنت والله من أهل الله. عرفنا إخوة أحبابا يجلس معك أحيانا في المجالس ليس في المساجد، تراه يترنم. يترنم بماذا؟ يترنم بالقرآن، يتغنى، يغني بالقرآن. سبحان الله، لأن القرآن حياتهم، القرآن ديدنهم. لأن يا إخوة سوف نموت وسوف نجلس في القبور سنين وأعوام لا يعلم به إلا الله، سوف تكون أعمارنا في القبور لا تقارن بعمر الدنيا البسيط القليل، 60 ولا 70 سنة، سوف نعيش في القبور أطول مما نعيش في الدنيا. لهذا نستخدم نستخدم كل دقيقة وثانية من أجل آخرتنا. لهذا يا مسلمون، القرآن نجاة، القرآن نجاة. من أراد أن ينجو فعليه بالقرآن. سورة البقرة طاردت الجن والشياطين، لمن يشكو الهم والتعب، الواقعة تقي بإذن الله المصائب. سورة تبارك بإذن الله تنير على العبد قبره وتكون نجاة له. اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن سورة البقرة: تأتيان يوم القيامة، أي البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. هذه السورة طاردت الجن والشياطين. وبما أن القرآن عظيم ولأن هذا شهر القرآن، أتكلم يا إخوة عن السورة الأولى بعد الفاتحة في القرآن الكريم، سورة البقرة. هذه السورة تعتبر أطول سورة في القرآن الكريم وأعظم سورة في القرآن الكريم، طاردت الجن والشياطين كما ذكر. هذه السورة يا إخوة هي سورة مدنية. معنى سورة مدنية أن نقول أنها سورة نزلت، لا نقول في المدينة، سورة نزلت بعد الهجرة. السورة المدنية ما نزلت بعد الهجرة، والمكية ما نزل قبل الهجرة كما تعلمون. ولهذا هذه السورة مدنية، من أطول سور القرآن الكريم، فيها أعظم سورة، فيها أعظم آية في القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. موضوعها الرئيسي لهذه السورة هو وصفت المؤمنين، وصفت الكافرين، ثم وصفت المنافقين. هذا موضوع سورة البقرة. إذن سورة البقرة تتكلم عن المؤمنين، ما هي أوصافهم، ثم تكلمت عن الكافرين، ثم تكلمت عن المنافقين. وصفت المؤمنين في آيتين، وصفت الكافرين ثم في آيتين فقط، وبقية السورة كان الحديث في غالبه عن المنافقين، وربط معهم اليهود وقصة أصحاب البقرة. وكان ذلك في ختام السورة أيضا الحديث عن الحج ومناسك الحج، ثم ختمت السورة عن الإنفاق: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. إذن الموضوع الرئيسي لسورة البقرة وصفت الناس. سورة البقرة توصف الناس، الله يوصف لنا الخلق. المؤمنين في آيتين، الكافرين في آيتين: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. انظر ما صفاتهم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا وصف المؤمنين. انظر لوصف الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم. هذه أوصاف الكافرين. أما المنافقين فكانت أواخر سورة البقرة حتى أواخرها تتكلم عن النفاق. أيهما أخطر، النفاق أم الكفر؟ النفاق. لهذا الله تعالى قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
يوصف الله تعالى المنافقين قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. سورة البقرة عالجت قصة النفاق، والنفاق يا إخوة قضية خطيرة أخطر من الكفر. لهذا سورة الكافرون 6 آيات، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، 16 كلمة. أما سورة المنافقون 11 آية، 160 كلمة. لماذا؟ لأن النفاق أخطر وأعمق. قد يكون الإنسان يصلي وصائم وقد يكون منافق ويلقى الله منافق مسكين وهو لا يدري. أما الكفر الكل يأمنه. لهذا يا مسلمون قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، منافقين في الدرك الأسفل من النار. وصف الله تعالى المؤمنين بثلاث صفات في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم يا إخوة ماذا تعني؟ ما المقصود بحروف فواتح السور؟ هذه حروف فواتح السور اختلف المفسرون في معانيها. ألف لام ميم، كاف ها يا عين صاد، طا سين ميم، ألف لام ميم راء نون قاف طاها. ماذا تعني هذه الفواتح؟ هذه لو جمعت لكانت في 28 حرفا. ماذا تعني؟ قال المفسرون على رأسهم سيد قطب عليه رحمة الله: أراد الله تعالى بها التحدي والإعجاز. هذا القرآن حروفه ومبانيه من أي لغة؟ من اللغة العربية. والله يأتينا بحروف المقطعة في القرآن الكريم، لله للمثل الأعلى. ألا ترون هذا المنبر الخشب؟ أنا صنعته بشكل عظيم، فأتحدى النجارين والصناعين، فآتي بكومة من العود الخام وأرميه بين النجارين وأتحداهم، أقول لهم صنعت منبرا وخذوا العود اصنعوا مثله إذا استطعتم، لله المثل الأعلى. الله يقول لنا هذه حروف اللغة العربية، ائتوني بمثله، قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا مثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا القرآن العظيم، ألف لام ميم، التحدي أراد الله تعالى. ذلك الكتاب، هذا القرآن هدى لمن؟ هدى لمن؟ هدى للمتقين. هل أنت منهم؟ ما معنى هدى؟ ما معنى هدى؟ الهدى يا إخوة المرشد والسبيل والهادي. جئنا إلى دمليارة فضعنا عن الطريق، فقلنا لأحد المشاة في المرور، قلنا يا أخي ألا تهدينا إلى طريق المسجد؟ ألا تهدينا تدلنا؟ هذا القرآن يدلنا على الطريق. هل القرآن هاديك أم الموسيقى والترانيم والأغاني؟ وهل رأى الحب سكارى؟ اليوم الناس استبدلت كلام الله بكلام آخر. لهذا يا مسلمون القرآن نور وهدى، والله تعالى سماه نور. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة عظيمة للمؤمن أنه يؤمن بالغيب، عقيدة قوية، عقيدة قوية. ما علاقتك مع الله؟ كيف إيمانك؟ يا مسلمون نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا نؤمن فقط بما تراه الأعين، إنما نؤمن بالغيب، نؤمن بالبركة، نؤمن بأن السعادة عند الله، نؤمن بالتوفيق أن الله يوفق العباد، نؤمن بأن الله تعالى هو الرازق. هل تؤمن بالغيب؟ الله وصف المؤمنين في القرآن يؤمنون بالغيب. هل تؤمن بالقضاء والقدر؟ إذا وقعت لك مصيبة، إذا خرجت من العمل، إن فقدت حبيبا أو عزيزا أو غاليا، ماذا تقول؟ تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. اليوم في الصباح رأينا الطيران الروسي السوري
يدمر قرية في حلب، وبيخرجوا الأطفال والناس مدمرة عليهم البيوت، يخرجوا الأطفال من تحت الركام، في طفل بيخرجوا من تحت الركام المسعف والطفل بيقول يا الله يا الله. من علم هذا الطفل أن يلجأ إلى الله؟ نعم، إذا ضاقت بك الدنيا قل يا الله. ولهذا انظر ماذا يعلم لقمان ولده، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أعلم ولدي أن الله فوق كل شيء، أعلم ولدي إذا دخل البيت أقول هذا من فضل الله، إذا لبس اللباس هذا من توسيع الله، إذا طعم الطعام أقول هذا من رزق الله، فأشرب في قلب ولدي حب الله تعالى. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل. لقمان يعلم ولده الاعتماد وحب الله تعالى. ولهذا الله تعالى قال والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الأقدار خلقت قبل أن تخلق الأبدان، فإن أصابك بأس أو يأس أو مظلمة احمد الله. وثم وصف الله تعالى المؤمنين قال ويقيمون الصلاة، إقامة الصلاة يا إخوة، ما شكى النبي عليه الصلاة والسلام أمرا إلى ربه كما شكى أمر الصلاة. يا مسلمون يا أهل الجمعة نشكو حالنا مع الصلاة، نشكو حالنا مع الصلاة. مرض النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي نائما مضطجعا، وكان يصلي بالناس أبو بكر في يوم الجمعة الأخيرة التي توفي النبي عليه الصلاة والسلام في أسبوعها، توفي يوم الاثنين صباح الجمعة، اشتاق الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه بلال وعلي قالوا يا رسول الله، كان نائما كان مريضا، قالوا يا رسول الله ألا صليت بنا؟ صلي فينا الجمعة، يصلي فيهم الجمعة. فحملوا على النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الحب لما يشتاقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي يشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تشتاق أعيننا وقلوبنا ونفوسنا إلى الصالحين؟ عند الموت يبكي صحابي فيقال له ما يبكيك؟ قال أخشى ألا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها، قال أخاف إذا مت ألا أرى النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تقاتل معه أم عمارة فاشتدت وهي تدافع عنه، فتبسم النبي وينظر له ويقول يا أم عمارة سليني اسأليني أدعو لك. قالت أسألك يا رسول الله ماذا طلبت؟ الجنة؟ لا، انظر الرقي، الرقي حتى في طلب الجزاء. قالت أسألك يا رسول الله رفقتك في الجنة. يا إخوة احنا ما نريد الجنة، نحن لا نريد طعاما ولا نريد أنهارا، نريد في الجنة أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نكون مع عمر، نريد أن نكون مع عثمان. من أعظم منازل أهل الجنة ونعيم أهل الجنة أن يروا من؟ أن يروا رب العالمين. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال المفسرون أن ينظروا إلى رب العالمين كما ينظر العباد في الدنيا إلى القمر في الحديث. إذن الحب هو عقيدتنا، ديننا هو الحب والعاطفة. انظر ماذا قالت امرأة فرعون، ماذا سألت الله تعالى؟ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قالت يا رب ابن لي بيتا في الجنة؟ لا، طلبت أعظم من الجنة، طلبت الجوار. جوار من؟ جوار رب العالمين. رب ابن لي عندك يا رسول الله ألا صليت بنا؟ فحملوا على النبي فاستجاب عليه الصلاة والسلام فصلى فخطب الجمعة. اسمع إلى آخر خطبة يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم،
قال فحمد الله، هذا بلال، وأثنى عليه، ثم أوصى بالنساء خيرا، ثم قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كررها ثلاثا، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. نعم يا مسلمون، من ضيع الصلاة ضيعه الله. نشكو حالنا مع الله في الصلاة، نشكو حالنا مع أولادنا في الصلاة يا إخوة. أولادنا الآن ما في مدارس، أنحن من صلى الجمعة؟ لو إحنا من صلى الجمعة ثم رجعنا إلى البيوت، إذا أولادك ما صلوا الجمعة ستحاسب عنهم يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل صلى ولدك اللي فوق 13 سنة صلاة الجمعة؟ لهذا يا إخوة الصلاة عظيم أمرها. لهذا الله تعالى قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا مسلمون، ما معنى يقيمون الصلاة؟ ما معنى يقيمون؟ لماذا لم يقل رب العالمين يؤدون؟ إن من يصلي لوحده في البيت إنما أدى الصلاة. ما معنى إقامة الصلاة؟ معنى إقامة الصلاة أن ترفع صوتك بالإقامة وتقول لأولادك تعالوا، أحمد، علي، إبراهيم، بابا، صلي، الله أكبر، ويصلي خلفك أولادك. عندها تكون أقمت الصلاة في بيتك. يا مسلمون، حالنا مع الله تعالى في الصلاة عظيم. ومن هنا أوصى لقمان ولده قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. انظر ماذا يدعو إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أوصى بها نبي في المهد لما كانت تحمله أمه فصامت عن الكلام فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذه وصية إبراهيم ووصية عيسى ووصية محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا مسلمون، من ضيع الصلاة ضيعه الله. اجعل حياتك مبنية، رجلا كان أو امرأة، اجعل حياتك مبنية مع الناس على موضوع الصلاة. إذا جاءك خاطب شاب يريد الزواج من بنتك أو أختك، اجعل سؤالك عن الصلاة. انتظر أقصر وقت لصلاة في يوم، صلاة المغرب، وشوفوا صلى ولا لا. اجعل شراكتك في العمل وعلاقتك مع الخلق هي الصلاة. اللي بيخون الله في الصلاة يخون بنتك ويخون أختك غدا والعياذ بالله. لهذا عمر لما طعن وحمل ولم يصلي بعد، نهض في بيته ليصلي، فقالوا له هون عليك يا أمير المؤمنين، فقال ها الله، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. من ضيع الصلاة ضيعه الله. لهذا الله تعالى جعل من يترك الصلاة في سقر يسأل أهل الجنة وأهل النار، يسأل أهل الجنة أهل النار من نعيم أهل الجنة، يفتح الله لهم نافذة إلى النار فينظرون إلى أهل النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. عجيب، حتى إطعام المسكين أمر، نعم إطعام المسكين أمر واجب لازم في وقت يجوع فيه إخواننا. وثالثا قال ومما رزقناهم ينفقون. هذه عبادة، النفقة ليست أمرا كماليا يا أخواننا، الجامع يا أخواننا، الفقراء المساكين، هذا أمر ليس كمالي، هذا أمر تعبدي. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي صحبه بالنفقة، فكان يقول لبلال، ويأتي بلال ويقول يا رسول الله أنا فقير ذو عيال، أنفق يا رسول الله؟ قال أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلاله، انفق انفق يا بلال.
فأنفق بلال، ما عاد أفقر صحابي هو بلال، وكلنا فقير إلى الله، وخباب ابن الأرت. فأنفق بلال، فالنبي جاء يواسي بلال، قال يا بلال إنما أنفقت على نفسك، إنما أنفقت على نفسك. قبل أسبوعين توفي عندنا مسؤول المسجد في مدينة ساسولو، أخ من إخواننا وأحبابنا الكرام، من المنفقين العاملين، من أهل الله إن شاء الله. 30 سنة يعيش في إيطاليا، خدام شغال، ما جلس ولا يوم، ما جلس ولا يوم. في رمضان الماضي كان يعيش بيننا وصايم بيننا ومن أهلنا. لا ندري يا إخوة رمضان الجاي راح نكون عايشين ولا لا، لا نعلم، هذا في علم الله. قد نكون في صندوق تحت الأرض، مترين تحت الأرض، لا يعلم بنا إلا الله. لهذا الإنسان يتمنى كل عمر رمضان يلجأ إلى الله. جلسنا معه في رمضان الماضي، قال الحمد لله أنا بنيت 3 طبقات في المغرب، الحمد لله بركة، ونمشي إن شاء الله في المستقبل نرجع للبلاد. قبل أسبوعين الله قال له تعال، بعد 30 سنة عمل وبناء في الدنيا، لمن كنت تبني؟ تبني لمن؟ تبني للخراب. لكن ما استفاد إلا ما كان ينفقه. لهذا لما غسلته، لما تغسله وتكفنه، تستطيع أن تجعل جيوبا في كفنه وتضع معك في الكفن شوية أموال تقول له هذه تنفع في الآخرة؟ لا. لكن تستطيع يا ابن آدم أنك تسبق مالك عند الله. أخ المسلم وأخت المسلمة، ليس لك من مالك إلا ما أنفقته، وكل مالك إلى الخراب.